المبادرة كانت عبارة عن مجموعة شباب فكروا في مجموعة رسومات إجداريات بتعبر عن آراء سياسية اقتصادية، أشياء متعلقة بالوطن، شو متعلق بالأسرة، عدة مواضيع ما ارتبطتش في موضوع معين واحد. كان هناك جداريات متزامنة مع حملة المقاطعة أيضا، فكان في هناك جداريات كثير بتعبر عن هذا الموضوع، بتشد على موضوع المقاطعة في المخيمات. فيعني مجموعة الجداريات حاول توصل أكبر رسالة توعوية لسكان المخيم من خلال توجيه العبارات ومن خلال الرسومات، وهي يعني وسيلة من وسائل الإعلام من هذول الشباب لسكان المخيم ولأطفال المخيم لشباب المخيم. حبيت أوصل فكرة للناس ولأطفال مخيم عايدة بطريقة الرسم على الحيطان، ويعني في أطفال صغار بيعرفوش الأسرة المؤبدات والقدامة، فرسمناها على الحيطان وكتبنا كديش محكومين عشان الناس تعرف كديش محكومين. وإحنا رسمنا رسومات، منها كتابة ومنها رسومات. الرسومات في إشي بيحكي عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وفي إشي بيحكي عن صور الأسرى المؤبدات المدى الحياة، عشان في أجيال طلعت في المخيم ما بتعرفش الأسرى، عشان نذكر الأطفال ونذكر الناس والأهالي الأسرى إن في إلنا أسرى وإلنا حق وإن بنطالب في حريتهم. رسمنا الأسرى والحكم تاع الأسرى، ورسمنا أسماء وكتبنا أسماء الشهداء وعبارات ثقافية في المخيم وإشي ما يشابه. بتذكرنا يعني عن الصمود، عن الأقصى، عن الشهداء، يعني بتذكرنا عن الجرحى، عن اللجوء اللجنة، هاي بتذكرنا يعني. شوف انتو كأهالي المخيم تحتاجوا لهيك رسومات؟ والله بنحتاج، والله بنحتاج. شو السبب؟ السبب يعني الواحد بظل يتذكر ذكرى، بظل ذكرى. طب بتشوف انها رسائل مفيدة لأهل المخيم؟ رسائل مفيدة لأهل المخيم وللأجانب اللي بيجوا هان كمان بزوروا المخيم ومنطقة بيت لحم وأي جميع المناطق، بأخذ فكرة عن الرسومات وعن أهل المخيم وعن معاناة أهل المخيمات وأهل بيت لحم. Shoot.